البقر اليوم ما يفوق 100 درهم، الأغنام 140 درهم، ثمن الأغنام الأسواق الأسبوعية 3000 درهم. نحن مقبلين على عيد الأضحى السيد الوزير. في السنة الفارطة قمت بواحد استيراد مجموعة من الأغنام، وهاد الأغنام السيد الوزير ما شفناهاش في الأسواق الأسبوعية، وما عرفناش الطريقة باش توزعات، أش من طريقة باش توزعات، والكيفية والمعايير اللي استفدوا منها. هذاك رجل الأعمال أو المرأة السيدة الأعمال اللي غادي تجيب هاد الخرفان هادو ب 1100 درهم غدعمهم وتعطيهم 500 أو 600 درهم ديال الدعم، وكتقول لهم هادشي اللي كيتقال إيد الحولي غادي تقام عليه بشحال ملي كتعطي الدولة الدعم؟ يتقام عليه ب 500 أو 600 درهم، وبشحال غادي يبيعوا للمواطن المغربي؟ غيبيعوا ب 2500 درهم أو 3000 درهم. واش قادرين كذلك أنكم توعدوا المغاربة بأنهم غادي يقدروا يشريوا وضحية عيد الثمن المناسب؟ اسمحوا لي أن أقول لكم بأن هذا ريح. اليوم الفلاحة والكسابة الصغار والمتوسطين كيعيشوا واحد المعاناة حقيقية، لأنكم اليوم السيد الوزير كتدعموا مشكرة من جيوب المواطنين. الأسر المغربية اليوم يتحول لها العيد من مناسبة ديال الفرح واللمة العائلية إلى مبعث ديال القلق والحزن. في ظل الغلاء الفاحش اللي ضرب كل شيء، اليوم الفلاحة والكسابة الصغار والمتوسطين كيعيشوا واحد المعاناة حقيقية بسبب ارتفاع ديال الثمن ديال الأعلاف والقلة ديالها والمضاربة فيها. واش عيب الله حنا تنقول لكم تواصلوا وتكلموا مع المواطنين وشرحوا لهم، وانتم ما كتخليوا الناس والسماسرية يبيعوا ويشريوا فينا بهذا الكلام؟ الدعم كتعطى للدولة يكون مدعم، خص الدولة دير إجراءات لتسقيف هذيك الأثمنة. ما يمكنش ملي كيجي تعرف السوق كاين داك الحولي اللي مدعم ب 500 درهم وكيتباع بحاله بحال الثمن اللي ما عندوش يعني الدعم ديالو، لأن اليوم هاد المستوردين كيستافدوا من الحليب ديال الدولة ومن اللبن ديال حرية الأسعار. اليوم خصكم السيد الوزير يكون تدخل صارم لهذه المساله. 500 درهم تعطى الدعم خص تنعكس على الثمن ديال هذاك الحولي. ومازال الوقت عند الحكومه باش تخرج تواصل وتقول ها شنو كاين الخرفان، شحال غنستورد وبشحال غنستورد وشكون اللي غيستورد. ما تقدروش تخدموا بهذه الشفافيه، ما تقدروش تعطونا قائمه هاد الناس اللي غيستوردوا. الناس كيستناو هذيك الفرصه باش غادي يشريو الحولي لان وليداتهم بغاو يفرحوهم، باش ياكلوا اللحم، باش يشبعوا اللحم، باش يشويوا. انا تنتكلم على هذه الكلمه ديال الشويه، كيبغيو الدخان، كيبغيو الشحمه، كيبغيو الطياب، كيبغيو يتلددوا، كيبغيو يتبرعوا، خضر بهذه دير بهذه. هذا الشيء هذا هو، تخيلوا معايا، حتى هذا الحق هذا من الحقوق الدنيا اللي هي دينيه، اللي المفروض الدولة تعبئ جميع المكونات ديالها باش تسهل على المواطن الولوج إلى الخروف ويمكن له يدير العيد ديالو ويفرح وليداته ويكون سعيد في هذه الفترة هذه. حتى هذه الفرصة هذه الحكومة مرة أخرى غير موفقة في التدخلات ديالها، ولا تتواصل وتخلي الناس يبيعوا ويشريوا فينا ويقولوا بأنه شو الكلام اللي كيخرج وهالكلام اللي كيتوصل به المواطن وهالحقد كي تيخلق. تيقولوا الحولي غادي يتشرى من اسبانيا ب 500 ب 1000 درهم او 1100 درهم، والدوله حكومه غتعبئ غتدعم هذاك المستثمر، هذاك المستورد، هذاك الفلاح الكبير، لا ماشي الفلاح الصغير، هذاك رجل الاعمال او المراه السيده الاعمال اللي غادي تجيب هذا الخرفان هادو ب 1100 درهم غدعمهم وتعطيهم 500 او 600 درهم ديال الدعم، وكتقول لهم هادشي اللي كيتقال إيد الحولي غادي يتقام عليه بشحال ملي كتعطي الدولة الدعم؟ يتقام عليه ب 500 أو 600 درهم، وبشحال غادي يبيعوا للمواطن المغربي؟ غيبيعوا ب 2500 درهم أو 3000 درهم. أش بغيتي المواطن يفكر؟ كيفاش بغيتي يحس؟ واش عيب الله حنا تنقول لكم تواصلوا وتكلموا مع المواطنين وشرحوا لهم، وأنتم كتخليوا الناس والسماسرية يبيعوا ويشريوا فينا بهذا الكلام؟ وتخليهم يوصلوا للي بغاو، وتخليوا الحقد يخلق، وتخليوا الكراهية تخلق، وتخليوا الثقة تنعدم، وتخليو الصلح اللي ممكن يكون ما بين السياسيين وما بين يعني باش ما نعمم السياسيين الحكومه وما بين المواطنين، الامكانيه ديال الصلح كتخليوها يرجع احتمال مستبعد كثير. اذا مره اخرى فرصه ومازال الوقت عند الحكومه باش تخرج تواصل وتقول ها شنو كاين الخرفان، شحال غنستورد وبشحال غنستورد وشكون اللي غيستورد. ما تقدروش تخدموا بهذه الشفافيه، ما تقدروش تعطونا قائمه هاد الناس اللي غيستوردوا، ها شحال العدد اللي غنستوردوا، ها بشحال شريناه، ها بشحال الصفقات دارت، ها شحال الدعم اللي غتعطي الدوله، ها بشحال غادي يتباع في السوق، وهذا الثمن ما غاديش يدخل ما يخضعش للحريه ديال الاثمان
لا حيت الدوله مدخله في الدعم ديالو وبان هذا ظرف استثنائي اذا انت خصك تدخل استثنائي مره اخرى ونقول بان الحولي غادي يكون بقده وقده يلا حتى الناس يعرفوا راسهم صافي الحولي موجود ها بشحال غادي يشريه واش دخل في القدره ديالي الميزانيه ديالي ولا ما قادرش ولا عاوتاني تخليو السوق دير ما بغات هذا راه ماشي بيع تجاره هذه ماشي تجاره هذا طقوس طقس من الطقوس ديالنا الدينيه وكنعيشوا خطره واحده في السنه تيخص الحكومه تدخل وتضبط هادشي مزيان باش تطمئن المواطن وتقول له الحولي ديالك بشحال تشري وشحال غيكون فيه من كيلو ما تخليهمش يديروا فينا ما بغاو اذا كاين توضيح ديال الفيدراليه دكتور كيتكلموا على الثمن الفيدراليه المستوردين لا انا كنذكر اللي عطاو توضيحات حول الثمن ديال الكيلو مثلا غدا عاد ترجع في ديك الكلام تقول لك راه انا نتبع الحكومه وشنو غدير الحكومه والدعم ديال الحكومه والمساعده الحكومه والصفقه الحكومه الحكومه قالت 500 درهم للراس ما كاينش مازال خاصنا مؤسسه رسميه اللي تخرج تتكلم بوضوح ماشي ملي تكون محاوله وضع السؤال يجي المسؤول يبقى تيدور على الجواب علاش اخدموا لنا في الشفافيه عطيونا في الشفافيه خلي الناس ما تخليوش الناس يبقاو يؤولوا قول له شنو كاين شنو غتخسروا راه الا كانت عندكم شي حاجه اللي ممكن تاخذوا نفسكم عليها اذا ما تكررش نفس العمليه ديال البقر البرازيلي اللي قلتوا غادي يهبط الثمن وما هبطش الثمن ما تغيرش الثمن بشي حاجه اللي هي مهمه واللي نقولوا فعلا العمليه كانت عندها فوائد ولا كنا احنا غالطين كانت الحكومه تخرج وتقول انتم كتنتقدونا وتقولوا البقر البرازيلي احنا جبنا البقر البرازيلي ها بشحال جبناه وها بشحال الحمد لله كان تيتباع وها بشحال رجع كيتباع ملي جبنا البقر يلا ولكن تكون عندكم مصادر حقيقيه ديال الواقع ماشي المصادر اللي كتقولوا واحد تيقول له اللحم كيدير 110 درهم ويقول انا شريته من 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 السوق الفلافلاني ب 75 درهم لا ماشي ديال المصادر الله يجازيكم بخير خصنا نتكلموا نكون عندنا واحد البحث ميداني ونتقصوا ونشوفوا الاسواق في مختلف المناطق ديال المغرب ونقولوا ها في المستوى المتوسطي ها شحال في المتوسط ها شحال الثمن كان ديال اللحم اذا حتى من بعد ما استوردتوا وانتهينا من العمليه عطيونا معلومات حتى بعديه ما كاين حتى مشكل عطيونا حتى بعديه ما كاين حتى مشكل ولكن اليوم كنطلبوا منكم بالنسبه للاضحيه ديال العيد عطيونا شي شويه ديال التواصل عطيونا خبرونا اشنو غادي ديروا راه من حق المواطن يعرف اليس الدستور الذي اقر بحق الولوج الى المعلومه أليست هذه معلومة مهمة؟ ومؤسف جدا أننا نكيفها بالمعلومة المهمة لو لم تكن هناك طقوس دينية وسنة ما كنش نكيفها بالمهمة ولكن هي مهمة من هذا الجانب الديني وهي مهمة في الواقع لأن الناس كياكلوا مزيان في ديك الفترة إذن ما تستاهلش أننا في هذه الظروف هذه تخرجوا تواصلوا معنا ها مرة واحدة في العام غادي نديروا هاد 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 الشعائر ديالنا يعني توكلوا على الله وخرجوا شرحوا لنا الله يجازيكم بخير وما تخليوش الناس يبيعوا ويشريوا فينا راه قلت للناس اللي مسؤولين في الحكومه راه اليوم ما بقاش التواصل ديال الحكومه يدار في المكاتب والامناء العامين ديال الاحزاب يبقاو يهضروا في المؤتمرات ديالهم وبيناتهم يصفقوا على بعضياتهم راه خصهم يرجعوا يلجوا للرقمي راه كلشي رجع الناس كيشوفوا الرقمي عباد الله كتكون غادي كتلقى واحد حارس في عماره شد الهاتف ديالو الذكي وجالس كيشوف شنو واقع وكيشوف الفيديوهات وكيعرف شنو تقال وشكون اللي كيلقى؟ كيلقى غير هذوك اللي كيضربوا في المصلحه ديال بلادنا واللي كينتقدوا بلادنا واللي ما كيبغيوش الخير لبلادنا وكنبقاو نشحنوهم بما هو سلبي خرجوا هضروا عباد الله حتى انتم الحكومه خرجوا دخلوا الناس اللي في الرقمنه تيشتغلوا ويخلي لكم ديروا كبسولات ها شنو غادي نديروا في العيد؟ ما كنعرفش والله ما تنفهم واش كنطلب شي حاجه صعيبه واش الناس كيطلبوا شي حاجه صعيبه هادشي بسيط دكتور كان تدخل ديال الناطق الرسمي باسم الحكومه لانه كان ضيف عندنا في راديو اصوات يوم الجمعه لكن ما تعطاش الثمن ربط الثمن بالوفره الا كانت الوفره غادي يكون الثمن في المتناول هادشي اللي ما بغيناش هو ان يعطي القاعده يخلي القواعد ديال البيع والشراء والعرض والطلب هو اللي يحكم لا هذا ظرف استثنائي هذا ظرف استثنائي خصو الضوبطه خصو نضبطوه باش تدوز هاد الشعيره بخير وعلى خير ياك ما غلطش هذا المفرد ديال الشعائر مشاعر شعائر شعائر دينية نعم شعيرة نعم تحملي مسؤولية بقيت تقولي نعم وانت متحفظة ماشي المشاعر لا ماشي الشعائر دينية لا المفرد شعيرة جاوبي على السؤال شعيرة نعم شعيرة دينية مفرد نعم مفرد يعني
يكون هناك تواصل ويشرحوا للناس ويقول ويدخل هذاك الحارس اللي في العمارة وهذاك الفلاح البسيط وهذاك المياوم يقول الله والله إلا كنت هز الدبيلة للعيد عتي قلت غادي يديروا فينا ذاك السوق ما بغاو والبيع وذاك الشيء والغلاد العلف وهذا الله قال لك سيدي هذاك السيد الحكومة هدر وقال سيدي بأنه الحولي غادي نشريه ب 2000 درهم الله شحال قلت لهم جمعة أنا عندي 20000 ريال إوا صافي 20000 ريال مازلنا واحد الشهر وشي حاجة ولكن الناطق الرسمي قال بأن هذه ما عندهاش ماشي قانون ماشي حاجة اللي هي مقننة خاص تخضع للعرض والطلب خاص تدخل خاص تضبط راه قلت خاص الضوابط راه قلت لي هذا السؤال قبيلة فوزي راه ما يمكنش نتعاملوا مع ظرف استثنائي بطريقة عادية هناك ظرف استثنائي هناك غلاء ديال المعيشة هناك تضخم هناك حساسية هناك بطالة هناك ضعف ديال القدرة الشرائية واش انا الامور هادشي كله عندي عادي باش انا نخلي العيد ديال هذا العام حتى هو يدوز عادي واش ولا غير غادي نزيدو كنشحنوا في عباد الله وغير كيزيدوا يعمروا علينا وغير كيزيدوا ينتقدونا ويخليونا فريسه ديال الناس اللي كيبغيو يمسوا لنا بلادنا حنا خصنا نكونوا متضامنين مع بعضياتنا اذا علاش غادي يخرج علاش ما يخرجش دابا ويقول لهم هذوك العديان انا غادي نوريكم المواطنين المغاربه والله يكثر خيركم ها شنو كاين وها شنو كاين وها شنو كاين صافي ويجي هذاك السيد اللي عنده ذاك الميزانيه ديال 1000 درهم 2000 درهم يعرف راسو غادي يشري حولي وغادي يفرح وغادي ندوزوا العيد ونفرحوا وندوزوا ونتحملوا كلنا مسؤوليتنا ونجي عاوتاني فرصه عاود يبقاو يسبوا عاود يبقاو يقذفوا عاود يبقاو يقولوا داروا لنا وفعلوا لنا والله ياخذ فيهم الحق والله يدير والله يفعل والله يترك واش الحكومه ما كتعياش بهذا الكلام السلبي وانا في واحد الوقت كنبقى نتسائل على الشرعيه كاع ديال هذه الحكومه كنبقى نتسائل كاع واش دابا ملي كدير جس النبض في المجتمع المغربي عند الناس في الشارع ما كتلقاش شي واحد اللي تيقول لك خير علاش اذا الحكومه خصها تغير التعامل ديالها على الاقل تمتص هذا الغضب هذا وتشرح للناس راه ما كاينش احسن من التواصل ولكن شريطه ان يكون التواصل صادقا حيت في تجربه الفايته ملي كيخرجوا يتواصلوا كيشددوا وكيزيدوا الامر تفاقم دكتور شكرا على المداخلة على التوضيح كنذكر بالنسبة للآخر بلاغ اللي كان ديال الفيدرالية المغربية الفاعلين بقطاع المواشي تكلموا أن بالنسبة لهذا الأكباش المرخص باستيرادها الكيلو كيدير 57 درهم للكيلوغرام الواحد الكبش اللي تيدير 50 كيلوغرام غادي يوصل هذه الفيدرالية في البلاغ ديالها 2850 درهم 2850 درهم 50 كيلوغرام يعني الحولي لدى المتوسط هادو اللي غيستوردوهم نعم لا يعيد به يعني غادي يطيح ب 1800 درهم نعم دابا انت فاي كتشوفي الحكومه ما قدرتش تواصل في هادشي هذا والفيدرالية غادي تعطيك هادو المستوردين اللي خداو الدعم غادي تعطيك معلومات ما عرفت هذا بلاغ مكتوب كان يوم السبت وكان تصريح ايضا ديال المدير الفيدرالية سي محمد الجبلي لا تنهضر غير على يعني صحه المعلومه ودقتها واش هي فعلا دقيقه هذه المعلومه وصحيحه في الوقت اللي الحكومه ما قدرتش تواصل واش شكون اللي عنده المنبع ديال هذه المعلومه المصدر ديال هذه المعلومه علاش امتنعت الحكومه تصرح وتقولها بشحال غادي يطيح وشنو الدعم ديالي هي تكلمت فقط على رقم ديال 10 المليارات درهم اللي غتكون دعم للقطاع الفلاحي فهاد